لا يزال تاريخ العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام أشهر مجهولاً، لا سيما وأن وزير القطاع أكد اليوم بأن التاريخ لم يحدد نهائياً، موعزاً سبب ذلك إلى تفشي وباء كورونا المستجد. سنتباحث معكم إذن مختلف السبل الكفيلة بإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2020-2021 الذي لم يحدد تاريخه نهائياً، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا، وإن كانت نسب الإصابات الجديدة في تراجع مستمر في الآونة الأخيرة. وترتكز مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم الدراسة التي أعدتها الوزارة على عدد من المبادئ خصها الوزير بالذكر. ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي، اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية، العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة من السبت إلى الخميس مثلا بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة بما يتوافق الحجم الزمني المتاح للإنجاز، بحيث يمكن مثلا وهذا مجرد اقتراح تقليص التوقيت المخصص للحصة في الطور المتوسط والثانوي إلى 45 دقيقة. تقليص الحجم الساعي وتخفيف البرامج هي القاسم المشترك لمشاريع المخططات الاستثنائية التي أعدتها وزارة التربية وطرحتها للنقاش مع الشريك الاجتماعي في انتظار الخروج بتصور موحد يرفع إلى الحكومة.